إلى ماريلاند إلى المستشفى حيث يرقد ترامب لإحاطة لطبيبه الخاص. والدكتور روبرت براونين للعناية القلبية ودكتور جيسون بلايلاك للأمراض الداخلية ودكتور جون هاتشن للتخدير وسيدة كلاين ممرضة وأيضا لدينا ممرضة أخرى والملازمة جوليانا لافوبا وهي ممرضة في البحرية والملازم جون شي ولدينا بوث كارتر والعديد من الممرضين الآخرين والدكتور جيسي نار. كما ذكرنا لكم البارحة لقد نصحنا بأن نأتي بالرئيس إلى مركز ووتر ريد من أجل توفير أفضل المراقبة الصحية وبعد ساعات من التشخيص فإننا قد وصلنا إلى تحديد المسار المتوقع لذلك. نحن حتى الآن سعداء ومتفائلون بالمسار الذي سار فيه مرض الرئيس. حتى الآن الأعراض لا تتخطى أعراضا طفيفة وبعض السعال. ولدينا الآن سوف يتحدث عن التفاصيل الطبيب. شكرا جزيلا لكم ومساء الخير. أريد أن أذكر لكم كم نحن فخورون جدا كفريق طبي لعملنا على الرعاية الصحية للرئيس في آخر 24 ساعة. يحصل على رعاية متعددة المجالات ومكثفة. نحن نراقبه من كثب ونراقب أي من التعقيدات والتبعات التي تظهر إما من فيروس كورونا أو من غيرها لكي نجعل صحته أفضل. إن وظائفه القلبية ووظائف الكلية ووظائفه الداخلية جيدة وليس لديه أي صعوبة في التنفس وليس بحاجة إلى الأكسجين. عنده روح معنوية استثنائية جدا وجيدة وقد قال لنا اليوم بأنه يحس بأنه يستطيع أن يخرج من المشفى ماشيا. سوف أقدم لكم الدكتور غريمبالدي الذي سوف يتحدث عن طبيعة العلاج وخطة العلاج اليومية اليوم. شكرا دكتور جولي وأريد أن أحدثكم عن ما قام به الفريق اليوم وسيقوم به ضمن الخطوة منذ 24 ساعة حتى الآن. لقد حصل الرئيس على خليط من المضادات الحيوية من أجل مساعدته وقد بدأنا بها البارحة مساء وهذا سوف يستمر في اليومين. وخطتنا اليوم ولأنه في روح معنوية عالية فإننا نشجعه أن يأكل ويشرب وأن يحافظ على ارتوائه من الماء وأن يستمر بالمشي ويقوم بكل الأشياء التي يجب القيام بها. والآن أريد أن أطلب من الدكتور كونلي أن يتحدث. شكرا لك براين. من المهم أن نشير لكم بأن الرئيس ليس لديه أي حمى وارتفاع حرارة في آخر 24 ساعة ولكنه أداؤه جيد جدا. وملاحظة أخرى يجب أن يكون واضحا بأنه لديه الكثير من العمل الذي يجب أن يقوم به ولكن رئيس الموظفين يقوم ببعض الأعمال. هلا حدثنا عن مدى إشباع الأكسجين عند الرئيس؟ إن آخر نسبة إشباع رأيناها كانت حوالي 96%. وهو لا يتلقى تنفسا أكسجينيا صناعيا الآن. لم يحتاج إلى الآن إلى أي من هذا الصباح اليوم. هل لديكم تاريخ مقدر تتوقعون خروجه فيه؟ لا أريد أن أضع تاريخا محددا لذلك. صحته جيدة جدا ولكن من خلال معرفتنا بالمرض ومساره فإننا نقلق في اليوم السابع أو الثامن من المرض. وبما أننا اكتشفنا المرض باكرا جدا أبكر من العديد من المرضى فيصعب علينا أن نقول أين سيكون ولكن نحن
نقرر كل يوم هل يحتاج إلى أن يكون هنا وما الذي يحتاجه ولا أين ستسير. ما هي احتمالية احتياجه للأكسجين عبر المنفسة؟ هذه كلها تعتمد على مؤشرات أخرى، ولكن نرى بأنه الآن لا يحتاج للأكسجين. هل هنالك أي أمور تدل على مثلا إصابة بكتيرية أو إصابات رئوية أو غيرها؟ نعلم بأن هنالك العديد من المخاطر المرتبطة بهذه المتلازمة أو بهذا المرض. نحن يحصل أو فلدينا الرئيس هنا يحصل على فريق عناية طبية متعدد المجالات، وبناء على كل ذلك حتى الآن لا يوجد أي سبب للقلق. ما هي درجة الحمى عنده؟ ليس لدي أرقام محددة، ولكن كان لديه قليل من الحمى يوم الخميس إلى الجمعة، ومنذ صباح الجمعة لم يكن عنده أي شيء. عفوا، إن علاج ريمديزافير يختلف عن المضادات الحيوية العادية، فنحن نزيد كل أوجه العناية الطبية عنده إلى الحد الأقصى، ونحن نعمل على عدة مجالات وعدة مستويات، وهو الرئيس. وإذا كان هنالك أي احتمال، إذا ما كان هذا الأمر سوف يزيد من سرعة التعفيف، فإننا سنبذله فورا. ما هو تاريخ آخر تاريخ اختبار سلبي للرئيس؟ لن أتحدث عن هذه الأمور هنا، ولكن نحن نفحص الرئيس بصورة روتينية. ما هو البروتوكول الذي سوف تستعملونه من أجل الرئيس؟ هو نفس البروتوكول الموجود في أي مشفى من المشافي. لدينا مكان نظيف نضع فيه معداتنا، وبعد ذلك كل شخص يرتدي كافة معدات الحماية ولباس الحماية، ومنها القفازات والكمامات. هل تظن بأن ذلك سوف يتسبب بأذى طويل الأمد؟ لا، نحن نتابع هذه الأمور، نحن نقوم بالتصوير وغيرها من الإجراءات الطبية. لن أتحدث عن التفاصيل الدقيقة لاستنتاجاتنا حتى الآن. هل خضع لأي هل أنت تقول أنت دائما تؤكد بأنه الآن لا يحصل على الأكسجين، ولكن هل حصل على الأكسجين؟ لا، لم يحصل عليه لا اليوم ولا البارحة. لا يخضع لعلاج بالأكسجين الآن. نحن ناقشناها وسأل عنها. ما هي الأعراض؟ هل واجه أي صعوبة في التنفس؟ عنده سعال وعنده قليل من الحمى، ولكن لا يوجد أي شيء غير ذلك. هل هنالك أي متابعة للناس الذين تواصل معهم؟ نعم، في البيت الأبيض يقومون بذلك، وهنالك تعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء. يوم الخميس عصرا بعد أن حصلنا على أخبار بأنه كان قريبا من التواصل مع المريضة الأخرى، فكان هنالك قلق في ذلك الوقت، وفي تلك الليلة حصلنا على التوكيد الطبي بأنه مصاب بالفيروس. لن أتحدث عن هذه التفاصيل، هذا الأمر غير متعلق برعايته الصحية. لا أريد أن أتحدث عن هذا، نحن نتابع مساره الصحي الآن فقط. نحن نناقش هذا الآن، إذا كان بحاجة إلى الأيام الخمسة فربما يكون هذا هو المسار، ولكن نقول لكم مرة أخرى نحن نراجع مع الفريق حاجاته الطبية وحاجات وجوده هنا كل يوم، وحالما يصل إلى نقطة لا يحتاج فيها للبقاء هنا ولكنه قد يحتاج لبعض الرعاية، ولكن يمكننا أن نخرجه من المشفى وننقله بعد تلك النقطة عندما يوافق الفريق على أن ذلك في سلامته. هل هنالك عوامل خطر أخرى؟ حسناً، ليس بالضبط. هو رجل عمره 74 عاماً وصحته جيدة عموماً، ولكن غير ذلك صحته جيدة جداً، معدلات الكوليسترول عنده جيدة وضغطه جيد، ولا يوجد عنده مشاكل صحية، هو نشيط ورأينا نشاطاته حتى في الأيام التي سبقت وحتى في الساعات التي سبقت ذلك.
هل يمكنك أن توفر لنا أي معلومات أخرى تتعلق بمعدلات ضربات القلب والضغط وغيرها؟ ضربات القلب في السبعينات إلى الثمانينات وضغطه لم يختلف عن سجله الطبي العادي، لم يتغير عن ذلك، فلا يوجد لدينا أي نقاط نقلق عليها هنا. لماذا تقومون بذلك؟ نعم، لأنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هو طرح سؤالا عن هذا الأمر منذ يوم الخميس إلى يوم الجمعة، وقد أحيط علما عن هذه الأمور لأشهر. وعندما كنا نتحدث عن موضوع سؤاله والأكسجين، وإذا ما كنا بحاجة للقيام بذلك، لقد جاء إلى هنا وقال بأننا سوف نتابع كافة الخيارات. السيدة الأولى تقوم بعمل جيد، صحتها جيدة جدا، ولا يوجد عندها أي إشارات تدل على أنها بحاجة للرعاية الطبية في المشفى. أريد أن أعيد سؤال الأكسجين مرة أخرى. لا يخضع لعلاج بالتنفس بالأكسجين حتى الآن. ما هو اليوم؟ اليوم السبت؟ لا، يوم الخميس. نحن نريد أن نتأكد من أنه لم يحصل على الأكسجين لا يوم الخميس ولا يوم الجمعة ولا السبت. لا، حتى الآن لم يحصل على أي منها. هل دخل الرئيس إلى هذا المشفى كمريض؟ الرئيس مريض في المركز الطبي والتر ريد العسكري. شكرا جزيلا لكم.